اهدأ يا مودي، دعني أشاهد الأخبار أيها المشاكس. حسناً يا أبي. تفضل فنجان القهوة يا أبي. شكراً يا بنيتي. يا أبي، هل ليلة القدر يوم 27 من شهر رمضان؟ لا يا مودي، ليست في 27، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر. أحسنت يا تيمو، فعلاً ليلة القدر ليست في 27، قد تكون في أي يوم من العشرة أيام الأخيرة. مرحباً أصدقائي، معكم صديقكم تودو، وسنتكلم اليوم على فيروس كورونا. من أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، سعال حاد وسجلان الأنف، وللوقاية منه غسل اليدين، لبس كمامة والقفازات. وفي الأخير ندعو لإخواننا في البليدة أن يرفع عليهم البلاء وسائر المصائب.